للمزيد حول هذا الموضوع بيسعدنا أن ينضم إلينا عبر الهاتف الدكتور أحمد عامر الخبير الأثري. صباح الخير على حضرتك يا دكتور أحمد. صباح الخير على حضرتك يا أستاذ باسم وعلى أستاذة سارة وعلى كل السادة المشاهدين. صباح الخير على حضرتك يا دكتور. صباح الخير يا فندم. إحنا بنتكلم عن بعثة أثرية مصرية يابانية مشتركة، نحاول نفهم من حضرتك تفاصيل أكثر. أول حاجة الاسم الصحيح، عشان ده برضو خطأ شائع بنقول عليه الملك منقرع، لكن هو من كاو راع، مظبوط كده النطق؟ مظبوط يا فندم، هو فعلا الملك من كاو راع اللي حكم ما يقرب من 18 إلى 22 سنة، وهو خامس ملوك الأسرة الخامسة، وهو ابن الملك خفرع أو خع إفرع بالضبط. تمام. طيب النقطة الثانية أنه هذا التطوير أو التحديث، أو خلينا نقول أنه هو إعادة هذا الكساء، وجود هذا الكساء على الهرم، عملية دقيقة للغاية، عشان كده بنتكلم في 3 سنوات كاملة بتنتظر هذا المشروع. سؤالي لحضرتك، طب ده بالوسائل الحديثة وبكل ما وصل إليه العصر الحديث من تكنولوجيا، أما البناء نفسه كان عامل إزاي منذ آلاف آلاف السنوات يا دكتور أحمد؟ يعني هو طبعا هرم الملك من كوراع هو طبعا كان في الاصل ارتفاعه اصلا 65.5 و215 قدم، لذلك الملك نفسه جعل هذا الهرم اصغر هرم بين الهياكل الثلاثه اللي هو هرم خوفو وخع افرع وهرم من كوراع، لذلك هنلاقي الهرم نفسه ارتفاعه 61 متر ومع القاعده بتاعته تبلغ 108.5 متر بالظبط، وينحدر بزاويه 51 درجه ومن 20 لـ25 بوصة تقريبا. جميع القياسات تجعل الهيكل قريبا جدا من الهرم المثالي. لذلك هذا الهرم يتكون بشكل اساسي من الحجر الجيري والجرانيت الاسواني، وده اللي استخدمه المصريين القدماء اللي هو الحجر الجيري لغلاف الاهرامات، وكان بيتم احضارها من اسوان تحديدا. واحنا بنتكلم عن هذا المشروع، احنا بنتكلم عن مشروع لدراسه وتوثيق كتل الجرانيت التي تمثل الغلاف الخارجي لهرم الملك من كوراع، وطبعا ده الموجود بمنطقه اهرامات الجيزه للتمهيد لاعاده تجميعها مره ثانيه. هذا المشروع هيساهم طبعا بشكل كبير جدا لرؤيه هرم الملك من كوراع لاول مره كاملا بغلاف الخارجي كما بناه او عمله المصري القديم، لان طبعا كتل الجرانيت للغطاء الخارجي للهرم كانت حوالي 16 قطعه، اللي تبقى منها حاليا ما يقرب من 7 قطع، وطبعا بيعمل المشروع على دراستها وترميمها وتوثيقها واعاده تجميعها. هذا المشروع هيستمر طبعا على مدى 3 سنوات ليشمل اعمال الرسم والتصوير المساحي والتوثيق والمسح بالليزر، ومن ثم البدء الفعلي باعمال اعاده تجميع الاثار وكتل الجرانيت مره اخرى. هذا المشروع كمان هيعرفك ازاي خطوات العمل بالمشروع في تلك الفتره، والمشروع نفسه هيبقى حاجه هامه جدا، لان زي ما انا قلت المتحف المصري الكبير هيبقى له عامل كبير جدا في تطوير المنطقه بالكامل، من حيث ممشى سياحي، من حيث كمان المطاعم اللي هي صديقه للبيئه، من حيث كمان ان المنطقه تبقى في ربط منها وبين المتحف المصري الكبير، ودي من الحاجه اللي اتسعى عليها الوزاره الفتره اللي فاتت، ان هو يبقى في تناسق كامل بهذه المنطقه تحديدا، على اعتبار ان منطقه اثار الاهرامات مدرجه على قائمه التراث العالمي منذ عام 1979 تقريبا. يعني اختيار الموقع نفسه يا دكتور احمد للمتحف المصري الكبير ان هو يكون مطل على هضبه الاهرامات، يعني اختيار ذكي جدا. بس نرجع تاني ونتساءل، يا ترى اذا كان دلوقتي بعصرنا الحديث كل هذه التكنولوجيا هتاخد مننا 3 سنوات في ان احنا نعيد الشكل الى الشكل السابق عليه، طيب اما الزمان اما اتبنى اخد وقت قد ايه واخد مجهود قد ايه بتقنيات مختلفه تماما عن التقنيات الحديثه. كل الشكر لحضرتك على وجودك معنا عبر الهاتف الدكتور احمد عامر الخبير الاثري، بنسعد ونتشرف دايما بوجودك معنا.